دانيال وشيري يتحدثان على الهاتف منذ فترة. اليوم قررا الذهاب لتناول القهوة. هذه هي المرة الأولى التي سيجتمعان فيها وجها لوجه، ولم يشاهدا أي صور لبعضهما البعض. كتبت شيري لدانيال: سأرتدي زوجا من مشابك شعري الوردية. عندما وصل دانيال إلى المقهى رأى ثلاث سيدات، والمثير للدهشة أن جميعهن كن يرتدين مشابك شعر وردية. هل يمكنك مساعدة دانيال في العثور على المرأة التي يواعدها؟ ألقي نظرة متفحصة على الطاولة الأولى، يوجد فنجانان من القهوة. هذا يعني أن هذه السيدة بالفعل مع شخص آخر. السيدة الجالسة على الطاولة الثانية تستمتع بالفعل بقهوتها وتقرأ كتابا. من الواضح أنها ليست هنا من أجل موعد غرامي. والسيدة الثالثة ترتدي فستانا جميلا وطاولتها فارغة. هذا يعني أنها شيري. حبيب شيري السابق دريك هو ساحر قوي، وهو لا يريد أن يدعها وشأنها، لذا قام باختطاف شيري وحبسها فوق برج عال مع نافذة واحدة فقط، ولا توجد به أي أبواب على الإطلاق. أيضا يشعل دريك نيران سحرية حول البرج لمزيد من الحماية، ثم يغادر المكان. تدرك شيري أن لديها القليل من الوقت للهروب. تنظر حولها وترى ثلاث جرعات سحرية، كل من هذه الزجاجات تحتوي على شيء مختلف. يمكن للزجاجة الأولى أن تمنح شيري قوة بدنية لا تصدق، ويمكن للزجاجة الثانية أن تحولها إلى مصاص دماء، وستسمح لها الزجاجة الثالثة بالتحول إلى أي حيوان. أي جرعة يجب أن تستخدمها؟ حتى لو تمكنت شيري من تدمير البرج، فلن تستطيع فعل أي شيء بسبب النار المسحورة، ولا يستطيع أي حيوان مساعدتها على الهروب. ولكن إذا أصبحت مصاصة دماء، فستتمكن من التحول إلى خفاش وتطير بعيداً. تهرب شيري وتجد نفسها في غابة مسحورة. هل يمكنك العثور على أربعة مخلوقات سحرية هنا؟ ألقي نظرة على هذا الكهف، هناك قزم مختبئ بالداخل. أيضا هناك اثنتان من الجنيات جالستين على الزهور، وهذه الشجرة عبارة عن غول خشبي. تواصل شيري طريقها وتجد إشارة طريق. هناك ثلاثة طرق تؤدي إلى أقرب قرية. يحرس الطريق الأول تنين خالد ينفث النار. الطريق الثاني يمر عبر أراضي إحدى الساحرات. إنها تكره الرجال وتحول أي رجل يجرؤ على دخول أرضها إلى تمثال حجري. والطريق الثالث تعيش فيه الفهود. هل يمكنك مساعدة شيري في اختيار أفضل طريق؟ الخيار الثاني يبدو جيداً. شيري امرأة، لذلك ليس لدى الساحرة سبب لتحويلها إلى تمثال، لأنها تكره الرجال فقط. تطلب شيري من الساحرة مساعدتها في العثور على القرية. تعرض الساحرة صفقة على شيري: إذا قمت بحل أحجية الأنماط الخاصة بي، فسوف أخبرك عن مكان القرية. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فستكونين خادمتي إلى الأبد. لم يكن بيد شيري ما تفعله سوى الموافقة. يمكنك تناول الفلفل ولكن ليس الملح. يمكنك تناول لحم البقر ولكن ليس الدجاج. الجزر والبروكلي والملفوف، لكن بدون تناول البطاطس على الإطلاق. أوه، وعليك أن تأكلي بالملعقة. هل يمكنك مساعدة شيري في حل اللغز؟ مسموح لها فقط بالعناصر التي تحتوي على حرفين من الأحرف نفسها في صف واحد. تساعد ساحرة شيري في إيجاد طريق. يتوقف ثلاثة سائقين يعرضون عليها توصيلة إلى القرية. هل يمكنك مساعدة شيري في اختيار الخيار الأكثر أماناً؟ هناك زومبي مختبئ في الجزء الخلفي من السيارة الأولى، ولا توجد مقاعد لركاب في السيارة الثالثة. على الرغم من تشقق الزجاج الأمامي للسيارة الثانية، إلا أنها لا تزال الخيار الأفضل. أخيراً وجدت شيري القرية. هذا المكان سحري، تعيش هنا العديد من المخلوقات المذهلة. فجأة تقترب مخلوقة نصفها فرس نهر من شيري وتصرخ: أرجوك ساعديني، أحد هؤلاء سرق ملابسي.
هل يمكنك تخمين من هو؟ ألقي نظرة على شارة الكلب، كتب عليها فرس النهر، لذلك كان الكلب هو الذي سرق قميصها. تلتقي شيري بالمزارع المحلي تيموثي. اعتادت تيموثي تربية الدجاج في قرية أخرى. كانت الأمور تسير على ما يرام وحقق أرباحاً جيدة، لكنه اشترى بعد ذلك مزرعة كبيرة في هذه القرية وانتقل إلى هناك. سرعان ما عرف تيموثي أن الفيضانات متكررة جداً في هذه المنطقة، لكنه لم ينزعج وقرر تربية البط بدلاً من تربية الدجاج. لماذا؟ يستطيع البط السباحة، لذا فإن الفيضانات لا تشكل خطورة عليه. دعا تيموثي شيري لتناول العشاء في المنزل، ولكن لسوء الحظ كان دريك حبيب شيري السابق قد وجدهما بالفعل وأمسك بتيموثي وشيري في منزل المزارع. فجأة رن الهاتف، يسمح دريك لتيموثي بأخذ الهاتف، لكنه لا يستطيع الكشف عن الوضع، لأنه إن فعل ذلك سيستخدم دريك عصاه السحرية لتحويلهما إلى ثعابين. لذلك أجاب تيموثي: مرحبا أمي، هل يمكنني مساعدتك؟ أنا في المنزل وعلى وشك الذهاب إلى الفراش، إذا لم يكن أمرا طارئا فهل يمكنني الاتصال بك لاحقا؟ أنا حقا نعسان. بعد 30 دقيقة وصلت الشرطة وصادرت العصا السحرية وأنقذت تيموثي وشيري. كيف طلب تيموثي المساعدة؟ لقد ضغط زر كتم الصوت في كل الحديث باستثناء الكلمات مساعدة والمنزل وطارئ واتصال. يمنح المحقق دريك فرصة للحصول على الحرية، إذ يمكنه المرور عبر أحد هذه الأبواب الثلاثة. هناك غابة مليئة بالحيوانات الخطرة مختبئة خلف الباب الأول. خلف الباب الثاني يوجد خزان به ماء مثلج يستحيل الوقوف فيه ولو لدقيقة واحدة. وهناك ديناصور عملاق ينفث النيران خلف الباب الثالث. أي باب أكثر أو أقل أماناً؟ يجب أن يختار دريك الباب الثالث. الديناصورات لا تنفث النيران، وقد انقرضت جميعها منذ ملايين السنوات. يعود دريك إلى قلعته ويكتشف أن شخصاً ما قد كسر كل الزجاجات التي تحتوي على جرعاته الثمينة في معمله. يغضب دريك ويستجوب خدمه الثلاثة من الغيلان. يقول ويلي: كنت أنظف القلعة طوال اليوم، لم أدخل مختبرك اليوم حتى. يقول تيلي: كنت أقطف الورود في الحديقة في الصباح، ثم دخلت مختبرك لأحتار بتلات الورود من أجل جرعاتك. كل شيء كان على ما يرام. ويقول بيلي: كنت أطهو العشاء في المطبخ، ثم ذهبت إلى الحمام لأستحم بسرعة. من منهم يكذب؟ تيلي، لأنه لم يقطف الورود فهي لا تزال في الحديقة. وفي الوقت نفسه يقود تيموثي سيارة شيري إلى المنزل، ثم توقف من أجل شراء شيء ما في الطريق. هل يمكنك تخمين هذا الشيء بالضبط بمجرد النظر إلى هذه الصورة؟ الكيوي. ثم التقط تيموثي صورتين لشيري. هل يمكنك أن تجد 10 اختلافات بينهما؟ هذه هي الاختلافات. اقتحم شخص ما منزل شيري لسرقته عندما كانت في نزهة في الرابع من يوليو. يعثر المحقق على 4 مشتبه بهم ويسألهم عما كانوا يفعلونه في ذلك اليوم. يقول رجل الإطفاء بوبي: كنت في عملي في اليوم السابق، لقد كنت متعبا جدا، لذلك كنت نائما طوال اليوم. المشتبه الثاني هو طالب يدعى نيك، يقول: كنت أحتفل بعيد الاستقلال مع عائلتي. يقول ريك الذي يعمل مديرا: لقد كان يوم عطلة وكنت ألعب مع زملائي في الغرفة، ثم ظللنا نشاهد التلفزيون طوال الليل. ويقول ساعي البريد كايل: لقد كنت في مكتب البريد طوال اليوم وقد رأني جميع زملائي. يتعرف المحقق على السارق على الفور. ماذا عنك؟
السارق هو كايل، لا يمكن أن يعمل في مكتب البريد في الرابع من تموز يوليو، إنه يوم عطلة رسمية. تتلقى شيري راتبها الأول وتخفي النقود في خزانة ملابسها. لم تكن رفيقات السكن الثلاثة لشيري في المنزل في هذا الوقت، لذلك تركت المال وذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية على الفور. بعد فترة تعود شيري إلى المنزل وتكتشف أن أموالها قد سرقت من الخزانة. بدأت تبحث في جميع أنحاء الغرفة لكنها لم تجد أي أدلة. فجأة دخلت رفيقات غرفتها الثلاثة إلى الغرفة. تسأل شيري كل واحدة منهن: هل سرق أحد أموالي؟ ردت بيلا: لقد كنت في الكلية طوال اليوم، وقد عدت للتو إلى المنزل لتناول طعام الغداء ولم أدخل هذه الغرفة. تقول أنا: لقد جئت لتناول الغداء أيضا، ولكن بعد بيلا. فتحت باب الخزانة للبحث عن بعض المستندات، لكن لم يكن هناك أي نقود بداخلها. وتقول ميغان: لم يكن لدي أي فكرة أنك تخفين النقود في الخزانة، لقد عدت للتو من العمل، يجب عليك التحدث إلى حارس الأمن. من منهن هي السارقة؟ يجب أن تكون بيلا قد خلصت، إلى أنه إذا كانت شيري تبحث في هذه الغرفة فلا بد أن الأموال قد سرقت من هنا فقط، لذلك لا يبدو أنها مثيرة للريبة. لكن أنا قالت إنها فتشت الخزانة ولم تجد أي نقود، رغم أن شيري لم تذكر أمر الخزانة من الأساس، لذلك فإن أنا هي السارقة.